اهلا ومرحبا، معاكم اخوكم سامي فارق من قناه سامي. هذا الكيبورد اللي تشوفونه عباره عن دي جي اكس 670 الجديد، هو عباره عن كيبورد رينجر وكيبورد يعني رينجر، لكنه عباره عن بيانو كبير 81 مفتاح 88 مفتاح اسف ناجي الجديد في هاي الفئة السرير اللي هي السرير اللي هي دي جي اكس. فنازل بهذا في يو اس بي وفي الشاشة ملونة طبعا مثل ما تشوفون، يعتبر كأنه رينجر كأنه نفس الاس اكس 900 والاكس اس 700، لكن اللي يفرق انه مفاتيح ثقيلة مال البيانو و88 كيز وما يشغل الام بي 3، يشغل بس الويف، يعني الخاصية اللي فيه ما يشغل الاغاني الام بي 3 صيغة الام بي 3، يشغل بس الويف والاوديو. هاي المعلومة. اصوات جميلة جدا، يعني ما تختلف عن اصوات الياماها العادية اللي هي الاس اكس والاي 5000 الجديد العربي، لكن مثل ما قلت لكم شكله صراحة جميل، اسود في بيتش بندني بس ما تبين طبعا ان الكاميرا ما ماخذة كل الكيبورد. نسمع معاكم اصوات. عندكم البيانو، هذا الجراند بيانو، نسمع الاستديو، في استديو جراند هذا جديد. طبعا هذيل الاصوات يو ار ام، مو بنفس الثانيات اللي هو الكول والسوبر ابلكيشن، هذيل اقوى عن السوبر ابلكيشن لان هذا بيانو يعني مش كيبورد ارينجر. في نظام جديد عندهم يو ار ام، اسمع هذا الاستديو بيانو جراند، هذا شوي شوف غليظ. حلو البيانو، الاستديو بيانو جراند حلو. نسمع معاكم اللي هو الاي بيانو، طبعا في بعد اللي هو السي في اكس، السي في اكس اللي فئه البيانات الكبيره اللي في الستيج، بعد حاطين هنا اللي هذا نسمع معكم الصوت السي في اكس بيانو. الاصوات الاي بيانو طبعا نسمع الديمو دي اكس معروف طبعا دي اكس. وطبعا هو نفس الارينجر بس حبيت اعطيكم صوره عنه، راح اصور تصوير قريب بالمواصفات لان الحين تصوير من بعيد عشان بس العزف. وما يختلف عن مثل ما قلت لكم، بس هذا ما في عربي، يعني حتى في الايقاعات الوورد اللي هي تجمع كل الايقاعات ما في، ما حاطين فيه اي ايقاع عربي ولا اي صوت عربي.
اسمع الايقاعات السلو الدانس كل هذا تصوير كيف صراحة الديزاين مايل حلو في ميول من هني من السماعات عاملين الميول فنان حلو بس حبيت أعطيكم إن في هذا نازل كيبورد جديد اللي هو ديجيتال بيانو DG DGX 670 اللي قبله كان 660